مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج القانون والناس. تعتبر قوانين الأحوال الشخصية من القوانين التي تهم كل إنسان، ومن هذه القوانين قوانين الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية وما تتضمنه من مواضيع هامة، ومنها موضوعي الإرث والوصية. فالإنسان مهما طال عمره ومهما على شأنه فلا بد له من نهاية وهي الموت، والموت يتولد عنه حالات قانونية هامة وهي الإرث والوصية. وهذا هو موضوع حلقتنا التي سنناقشه مع الأستاذ ضيفنا في الاستوديو المحامي فادي شربك. أهلا وسهلا فيك أستاذ فادي، ويسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحي ويسعد صباح الأخوة المشاهدين. أهلا وسهلا. قبل ما نبلش اليوم بحلقتنا أستاذ، بس بدنا ننوه الأخوة المشاهدين إنكم تقدروا تتابعونا على الرابط المباشر لصفحتنا على الفيسبوك قناة أوغاريت. أيضا فيكم تتصلوا فينا على الرقم 429-200 في حال وجود أي استفسار بشأن حلقتنا لهذا اليوم. بداية أستاذ فادي، خلينا نحكي اليوم كونه موضوع حلقتنا عن الإرث والوصية لدى الطوائف المسيحية، متى بدأ العمل بهذا القانون؟ هلا الحقيقة بلش العمل على مراحل. قانون الإرث والوصية بال 2006 صدر قانون أحوال شخصية بالقانون رقم 31 للطوائف الكاثوليكية. الطوائف الكاثوليكية هي القانون الأحوال الشخصية هو لست طوائف، يلي هن الروم الكاثوليك، السريان الكاثوليك، الأرمن الكاثوليك، اللاتين، الموارنة، عدة طوائف. صدر لهم قانون متكامل بيتضمن بعدة فصول، منها أحكام الزواج، أحكام الطلاق، الخطبة، ومنهم الإرث والوصية. نعم. بال 2006 بال 2010 صدر المرسوم 76 لعام 2010 متعلق بالإرث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس، كون هن عندهم قانون أحوال شخصية. نعم. فصدر قانون الإرث والوصية بالمرسوم 76. هلأ بالشكل العام، نحن قبل 2006 كان كل شخص بده يحصل على وثيقة حصر إرث كان يتوجه لمحلين، المحل الأول المحاكم الشرعية، المحل الثاني اللي هو محاكم الصلح. ليش محاكم شرعية ومحاكم صلح؟ المحاكم الشرعية مختصة بحصر بوثيقة حصر الإرث الشرعي. نعم. يعني بتعلق بالعقارات الملك، عقارات الملك اللي هي بداخل حدود المخطط التنظيمي. محاكم الصلح مختصة بتنظيم وثيقة حصر الإرث المتعلقة بالعقارات الأميرية. العقارات الأميرية هي اللي بتوقع خارج حدود المخطط التنظيمي. نعم. إذن كان في نوعين حصر إرث. بعد بال 2006 ضل نوعين حصر إرث بقانون الأحوال الشخصية، القانون الإرث والوصية للطوائف الكاثوليكية، بس حصر الإرث الشرعي صار بيستخرجوه أمام المحاكم الروحية لكل واحد بطائفته. المحكمة البداية الروحية لكل شخص بالطائفة التي ينتمي إليها. نعم. نعم. بال 2010 قانون الإرث والوصية للطائفتين الأرثوذكسيتين، قانون حصر إرث واحد بيسري على العقارات الأميرية والعقارات الملك. يعني بيستخرجوا حصر إرث واحد بيطبق على هالعقارات وعلى هالعقارات الأميرية والملك. لكن القانون الكاثوليكي الحصر الإرث بيطبق فقط على العقارات الملك. وقت إذا في المتوفي لديه عقارات أميرية بأبناء الطوائف الكاثوليكية بيروحوا على محكمة الصلح وبيستخرجوا حصر إرث قانوني. نعم، من محاكم الصلح. نعم. نعم. طيب أستاذ، إحنا مثل ما نعرف أنه اليوم في أكثر من قانون للأحوال الشخصية للطوائف المسيحية، يعني أكثر من قانون إرث ووصية، شو هو التشابه بيناتهم وشو هو الاختلاف اليوم؟ هلأ التشابه بيناتهم لحد كبير. اختلاف في عدة نقاط بيختلفوا بينات بعض. من هالنقاط هن بالحقيقة ثلاث نقاط أو أربع نقاط. النقطة الأولى المتوفي اللي ما عنده أي وريث، قال بوفق القانون الأرثوذكسي الإرث الأرثوذكسي أمواله تذهب إلى الخزينة العامة. سواء أكانت منقولة أميرية أو ملك، كل أمواله بتروح للخزينة العامة للدولة. نعم. بالقانون الكاثوليكي أمواله بفرق بين نوعين من الأموال. الأموال الملك تسجل وقف لصالح الطائفة التي ينتمي إليها المتوفي. الأموال الأميرية تسجل باسم الجمهورية العربية السورية.
نعم، هذا الاختلاف بخصوص الملك. هذا الاختلاف بخصوص ورثة المتوفي اللي لا يوجد له ورث. أي ورث. نعم. الاختلاف الثاني بيتعلق بالمسكن الزوجي. اليوم وقت اللي بيتوفى شخص والزوج أو الزوجة، الزوج الباقي على قيد الحياة، الزوج أو الزوجة، السكن الزوجي أمام الطوائف الطائفتين الأرثوذكسية السريان والروم الأرثوذكس تصفى كامل التركة بما فيها السكن الزوجي، ولكن تبقى الزوج الباقي على قيد الحياة الزوج أو الزوجة يسكن بالمسكن الزوجي وتوضع إشارة حق انتفاع مدى الحياة، ولا يعني ما بتتوزع، بتتسجل الحصص الإرثية بأسماء الورثة ولكن لا يتم التصرف به العقار هيدا. تمام. المسكن الزوجي. حق الانتفاع للزوج المتبقي مدى الحياة. بيسقط هالحق الانتفاع بحالتين، إذا تزوج الزوج أو الزوجة الباقي على قيد الحياة، إذا تزوج أو إذا أجر بيسقط. بالقانون الكاثوليكي لا، المسكن الزوجي يخرج خارج نطاق توزيع الإرث نهائيا، يعني بيضل باسم بيضل باسم الزوج المتوفي الى حين وفاة الزوج الثاني. بس يتوفى الزوج الثاني تصفى تركته، يصفى ما يتعلق بالمسكن الزوجي. نعم. كل التركه تصفى وتوزع وتسجل باسماء الورثه الا المسكن الزوجي. نعم. هاي الحاله الثانيه. الحاله الثالثه حكيناها من شوي، قلنا انه يسري القانون الكاثوليكي على الاموال الملك فقط. أما الأموال الأميرية فتخضع إلى بيخضع بإصدار وثيقة حصر الإرث لمحاكم الصلح. القانون الأرثوذكسي لا، حصر الإرث يطبق على الأموال الأميرية وأموال الملك. نعم. هاي هي الحالات اللي بيختلفوا فيها. نعم. بين الإرث والوصية. بتشابه بباقي الحالات. هلأ شوي نحكي عنها أكيد رح نحكي عنها أكثر، بس أول شيء خلينا نحكي شوي شو هي موانع الإرث لدى الطوائف المسيحية. هلأ موانع الإرث، إذا الوارث قتل المورث، يعني إذا ثبت أنه الوارث قتل المورث بحكم مبرم هيدا بيمنع الإرث، بيمنعه للوارث القاتل. نعم. واختلاف الدين. اختلاف يعني الدين يعني مشابه للطائفة المسلمة. نعم. رح نعطي مثال صغير، مثال عن كل حالة. هلأ اختلاف الدين، إذا قلنا رجل مسيحي متزوج من امرأة مسيحية، تزوج الرجل المسيحي بامرأة مسلمة واعتنق الديانة الإسلامية. نعم. بوفاته لها الرجل بعد اعتناق الديانة الإسلامية تركته بتروح لزوجته أو أولاده المسلمين. زوجته المسيحية ما بتورث منه. ما بتورث. أيضا بوفاة الزوجة المسيحية الزوج المسلم ما بيورث منه. ونفس الشيء بالنسبة لأولاده المسيحيين، نفس الشيء بالنسبة لوالد ووالد والدة الزوج إذا توفوا هن أو إذا توفى هو، ما في تبادل إرث. هلأ ثبوت قتل الوارث للمؤرث بحكم مبرم، إذا طبعا التركة بياخد حصته هو بياخد حصته، ولكن متى ما ثبت أنه هو القاتل الحصة هيدي ترجع للتركة. ترجع للتركة. نعم. طب إلى أين نعم. تقول الأستاذ هيدي الحصة الإرثية بعد توفر هدول الشرطين؟ هلأ الحصة الإرثية بترجع للتركة وتوزع على باقي الورثة. على باقي الورثة. إذا كان الوارث القاتل استثمر هذه التركة ما جناه من تاريخ الوفاة إلى تاريخ الحكم المبرم أيضا يعود إلى التركة، ملزم بإعادته إلى التركة وتوزع على الورثة بحسب نصيب كل واحد من التركة. نعم. هون إجينا هلا بدنا نعرف نحن لو بخطوات شوي عريضة من حضرتك طريقة توزيع التركة لدى الطوائف المسيحية، يعني ربما حضرتك حتفصل إذا في اختلاف بمكان ما أو في تشابه. نعم. بمكان. نعم. ما ولكن توزيع الأقارب الدرجة الأولى الدرجة الثانية وعلى هذا التوالي. هلأ القوانين الصمتة لطبقات، كل طبقة بتشمل نوع من الورثة. الطبقة الأولى أخذوها أولاد المتوفي، أولاد المتوفي الذكور والإناث، ساووا القوانين كلها بين الذكور والإناث، يعني الحصص الأرثية متساوية، الذكر الابن الولد الذكر مثل الابن الابنة الأنثى. نعم. بالتساوي. هلأ المتوفي اللي عنده أولاد ذكور وإناث
التركة اللي بتنتقل لألون. إذا في عنده ابن متوفي متوفي قبله حصته لهالابن المتوفي بتروح لأولاده وبتتوزع بين أولاده بالتساوي. نعم. هيدي بالنسبة للأولاد الذكور والإناث. البنت اللي بتكون لحالة لوحدة بالتركة ما في ذكر بالورثة، الأب اللي عنده بنت فقط وحيدة بالتركة، هالبنت تاخد كامل التركة في حال طبعا عدم وجود زوجة، في حال عدم وجود والد ووالدة. إذا في زوجة ووالد ووالدة بياخدوا حصصهم، باقي التركة تقول للبنت. يعني البنت اليوم تحجب الأعمام والعمات، تاخد تنحصر كل التركة فيها. نعم. يعني الأهالي اللي عندهم بنت المسيحيين ما يخافوا، ما يخافوا ويروحوا يسجلوا فينو أوتوماتيكي بتروح. نعم. التركة لبنتهم الوحيدة. وطبعا تنتقل لأولادها في حال لا سمح الله كانت متوفية، تمام، يعني تنقلها لأولادها بشكل طبيعي. نعم. هلأ والد الطبقة الثانية هي والد ووالدة المتوفي. والد ووالدة المتوفي إلهم السدس من التركة طبعا. في عدة حالات. نعم. هلأ بالحالة العامة والوالد المتوفي ووالدة المتوفي مجتمعين أو الباقي منهم على قيد الحياة بياخد السدس. السدس في حال وجود زوجة وفي حال وجود أولاد. نعم. للمتوفي. هلأ في حال عدم وجود أولاد للمتوفي، وجود زوجة فقط، والد ووالدة المتوفي بياخدوا النص. بياخدوا نص التركة. في حال المتوفي ما غير متزوج وليس لديه أولاد، كامل التركة تنحصر بوالد ووالدة المتوفي أو أحدهما الباقي على قيد الحياة. يعني أخذ أخوة المتوفي ما بياخذوا شيء، ما بياخذوا شيء. لا، في حال وجود أي شخص من الطبقة الأولى اللي حضرتك. نعم. سميتها طبقة. نعم. أولى. نعم. بحال وجود أي شخص من الطبقة الأولى أو. نعم. عدم وجود أي شخص من الطبقة الأولى. نعم. وعدم وجود زوجة تنحصر التركة بوالد ووالدة المتوفي أو أحدهما الباقي على قيد الحياة. نعم. النوع الطبقة الثالثة اللي هي أخوة وأخوات المتوفي، والأخوة والأخوات لأب يعني من غير أم، والجدة والجدات. نعم. الطبقة الثالثة. هلأ زوجة هاي الطبقة الثالثة، هاي الطبقة بتجي بعد في حال ما في أب وأم، ما في زوجة، ما في أولاد. هلأ اليوم راح نقول الزوجة شو نصيبها. الزوجة إلى الربع في حال وجود أولاد وفي حال وجود أب وأم أو. نعم. أو أب أو أم لحم. نعم. إلى النص، الزوجة بتأخذ النص في حال عدم وجود أولاد، وجود أب أو أم. نعم. إلى ثلاثة أرباع التركة في حال الأب أو الأم للمتوفي غير موجودين، أولاد غير موجودين، وجود أخوة وأخوات. كامل التركة إذا ما في حدا من كل هيدول. يعني الزوجة لحالها، زوج متزوج، ما في أب أو أم، ما في أولاد، ما في أخوة، ما في أي ورثة، بتاخد كامل التركة. نعم. هيدا بالشكل العام بما يتعلق بالحصص الأرثية. نعم. طيب ممكن يصير في خلاف بموضوع الورثة، ممكن يكون في شخص ما أنه مقتنع بتقسيم هيدي الحصص، هل يوجد حل قانوني لهيدا الموضوع خاصة إذا كان هو ربما على حق؟ يعني طبعا فينو يعترض فورا، يقدم اعتراض امام محكمة البداية الروحية اللي اصدرت وثيقة حصر الارث، بيعترض وبيبين اسبابه. هالاعتراض بيبتوا فيه بغرفة المذاكرة، وبعد ما يبتوا فيه بيصدر القرار بالاجابة او الرفض. قابل للاستئناف امام محكمة الاستئناف الروحي خلال 5 ايام، لانه القرار بيطلع هذا بغرفة المذاكرة، خلال 5 ايام من تاريخ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ قرار محكمة البداية الروحية. نعم. أمام محكمة الاستئناف الروحي نفسها التابع إلى موطن المورث. نعم. وممكن إنه يصير في بترجع توزيع الحصص الأرثية وفق ما بتشوف المحكمة. نعم. وفق ما بيشوفوا إذا صاحب المصلحة أو الوارث المعترض إذا فعلا له حق بياخذوا بالتوزيع الجديد، وترجع بتنظم حصر أرث جديد. نعم. نعم. بوفق توزيع جديد. نعم. هلا إذا كان لا، إذا كان لا طبعا يثبت حصر الإرث السابق. نعم. ونحن ذكرنا يعني بس لنعيد ونستذكر أستاذ، في حال عدم وجود أي أحد من الطبقة الأولى والطبقة الثانية والطبقة الثالثة، تعود الأموال أو الورثة لمن؟ نعم. حسب الأرثوذكسي إلنا لخزينة الدولة العامة. خزينة الدولة. نعم. أما في حال الكاثوليكي العقارات الملك
للوقف الطائفة التي ينتمي إليها المتوفي، والعقارات الأميرية إلى باسم تسجل باسم الجمهورية العربية السورية. نعم، هيدا الاستيضاح كونه نحن عم نحكي بتفصيل ضمن الطبقات وطمنها. طب استاذ، نحن بنسمع دائما بوجود التخارج من التركة، ما معنى التخارج من التركة أو عقد التخارج؟ هلا التخارج هو أن يتصالح الورثة فيما بينهم على إخراج بعضهم من التركة. يعني شخصين من التركة من نظم حصر إرث، صار في ورثة، اثنين من الورثة بدهم لهم مصلحة، أحد الورثة يعطي حصته الإرثية لشخص ثاني وياخذ شيء معلوم مقابله. يعني الشيء المعلوم ممكن يكون بدل نقدي، ممكن يكون الشخص اللي بده الحصة الإرثية عنده ملك بمكان آخر بيتنازله عنه. يعني اليوم الشخص المتخارج يخرج خارج التركة وبيحل محله الشخص المتخارج له. يعني هيدا حل كتير، يعني كتير سهل للعالم عملية تصفية التركة. اليوم التركة إذا تركة كبيرة كتير وأحد الأشخاص له مصالح أنه يطلع من التركة مقابل ياخد شيء بمحل تاني، فهالشي هذا لما بيتنظم هالوثيقة التخارج تنفذ فورا بحسب مكان العقارات الموجودة التابعة لها بلدية، مثلا عقارية أموال عائدة لأملاك بلدية أو أموال مسجلة بالدوائر العقارية، بيأخذ وثيقة التخارج وبروح بيسجلها هناك. نعم. يعني صار في سهولة، في سهولة بالمواضيع. طب في شروط استاذ لعقد التخارج؟ في شروط محددة ممكن أنه لا، المهم يكونوا من الورثة، المهم يكونوا يعني يكون أشخاص من الورثة وبدهم يتفقوا بينات بعض على التخارج ويكون في بدل معلوم، يعني يكون في بدل ويستر هالشيء هذا بعقد التخارج. نعم. طب بس استاذ استفسار، يعني انه لازم يكون هيدا التخارج عن كامل الحصه الارثيه واللي لا في مثلا بيحدد تركه بمكان محدد، مثلا انا بدي هيدا المكان البعيد انا بدي اتخارج عنه، انما باقي الورثه باماكن هم بدي اياها. نعم. ما في نعم. اشكال ممكن يكون تخارج جزئي، انه انا هالحصص هيدي بدي اطلع منها وهالحصص هيدي بدي ابقى فيها. تمام. أيوه. وشرط انه يبيع لضمن الاشخاص اللي هن من ضمن العائله الورثه، واللي ممكن طبعاً يبيع لحتى اجنبي. التخارج هو بين الورثه، بين الورثه نعم. نفسهم. نعم. الخارجين ما بيدخلوا بموضوع عقد التخارج. نعم. التخارج هو بين الورثه، بين الورثه نعم، بيتصالحوا بينات بعض على موضوع التركه حتى ما يصير في خلاف بين الورثه او شيء، نوجد هالحل التخارج لسهوله تصفيه التركه. نعم. وهذا بتوقع هو حل فعلا كثير بيسهل، خاصه في تخفيف ربما المشاكل اللي ممكن تصير بعد هيدا الموضوع. والحقيقه ما كثير مشاعه، يعني الناس السما كثير، يعني مثل ما بيقولوا بالعاميه، متفتحه على هالموضوع. هو كثير موضوع سهل للعالم طريقه تصفيه التركه بين الورثه. نعم. انه انا بعطيك هالحصه هيدي باخذ محلها بالمحل فلان او باخذ محلها هالمبلغ النقدي او شيء، كثير سهل الموضوع تصفيه التركه. تمام. طبعا تقول حضرتك استاذ انه ما كثير هو معروف، ربما كيف بدهم يعرفوا مثلا ابناء الطائف انه هن بيقدروا يلتجئوا لهيدا الحل في حالات محدده؟ ممكن انه يكون باستشاره محامي مختص. نعم. يكون في هذا استشاره محامي او مراجعه المحكمه الروحيه اللي تابعين هن لها، ممكن عن طريق التلفزيون، عن طريق هلا هلا مثلا عم يشاهدها، ممكن تنتشر بين الناس اللي عم يشاهد، يخبر الأصدقاء اللي الناس المعارف أنه في تخارج بالتركة لدى الطوائف المسيحية، كتير بحل مواضيع تصفية التركة. نعم. أكيد رح نتابع مع حضرتك أستاذ، لأنه إحنا عم نحكي هلا حكينا عن الإرث، ولكن رح نتابع عن الوصية، ولكن بعد هيدا الفاصل. يعني استاذ فادي، بدينا حلقتنا بالحديث عن الإرث، حكينا عن الاختلاف بين الطوائف المسيحية وبالتوافق بين الطوائف المسيحية بما يتعلق بقانون الإرث. كمان نحن اليوم بدنا نحكي عن الوصية، يعني كمان الوصية إلى حيز من التركة. خلينا نتعرف مع حضرتك أكثر، ما هي الوصية أو تعريف الوصية بشكل عام لدى الطوائف المسيحية؟ هلا هي الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت يقوم به الموصي، بحرر الموصي، وهو تصرف مضاف إلى ما بعد الموت. نعم. يعني الوصي
الموصي بيكتب الوصية وتنفذ بعد وفاة الموصي. نعم. في شروط خاصة لصحة هذه الوصية أستاذ؟ طبعا في شروط خاصة لصحة، أن يكون الموصي أهلا للكتابة الوصية قانونا، يعني نعم. يعني أنه الموصي يكون بالغ راشد، غير مجنون، غير معتوه، غير مانو مريض مرض موت، ويكون الموصى به قابل للتملك. يعني اليوم موصي قال أنا بدي وصي، كتب بدي وصي هالعقار لسين من الناس، هالعقار لازم يكون هو متملكه لحتى يقدر يتنفذ ويتملكه الموصى له. نعم. أما إذا العقار ما بأملاكه غير قابل للتملك. نعم. أو عقار بيتملكه ولكن عليه إشارة، مثلا إشارة تثبيت بيع. طيب بنتيجة هالإشارة إذا تثبت البيع للشخص اللي بايعه الموصي بالنهاية ما بده يتملكه. إذن بحالتين، أن يكون الموصي أهلا للتبرع قانونا، وأن يكون الموصى به قابلا للتملك. نعم. طيب هي لازم تكون بعقد نظامي واللي ممكن تنقبل شفهي بين افراد الاسره الواحده. الوصيه مكتوبه، مكتوبه بخط يد الموصي ومزيله بتوقيعه وبصمه ابهامه الايسر. نعم. يعني لو ما مكتوبه بخط يده ممكن يكون امي، ولكن المهم تكون مزيله بالتوقيع وبصمه الابهام الايسر. لان احنا دائما بنسمع مثلا انه قبل ما يموت قال انا بوصي بهيدي قطعه الارض مثلا لفلان من اولادي او من اولاد اعمامي او كذا، هل يسري مفعول هذه التوصيه؟ يسري ذمه اللي سمعوا بهالوصيه، ممكن ينفذوها ممكن ما، هي اسمها وصيه بس، ولكن القانون اللي نحن عم نحكي يجب أن تكون مكتوبة. تكون مكتوبة. نعم. نعم. طيب هل تصح الوصية أستاذ المعلقة على شرط؟ تصح الوصية المعلقة على شرط إذا كان الشرط فيه مصلحة للموصي أو مصلحة للموصي للموصى له، وأن يكون هذا الشرط لا يخالف التعاليم المسيحية والنظام العام. بمعنى يعني إذا شخص أوصى بعقار لشخص آخر وأوصى بأنه هالعقار ينباع فيه مخدرات، طبعا هالوصية هاي هالشرط هيدا يبطل وتصح الوصية. يعني اليوم الوصية المعلقة على شرط إذا كان هذا الشرط مخالف للتعاليم المسيحية أو مخالف للنظام العام قانونا يبطل هذا الشرط وتصح الوصية، إلا إذا كان هذا الشرط لا يمكن إبطاله إلا بإبطلان الوصية، وبالتالي تبطل الوصية كاملة. تبطل الوصية كاملة. نعم. 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 طب أستاذ نحن بنعرف أنه الوصية ممكن تكون بكل التركة، ممكن تكون بجزء من التركة أو من، ما فينا حتى نقول التركة، من حصة الشخص الحابب أنه يعطي الوصية. في حدود محددة لهذه الوصية أم هي مفتوحة لخيارات الشخص؟ هلأ الوصية بالقانون الأرث والوصية الجديد لكل الطوائف لحدود النص. من قبل 2006 كان الوصية بحدود الثلث وفق قانون الأحوال الشخصية السوري. القانون الوصية قال أنه لحدود الثلث، إجا قانون الأحوال الشخصية المسيحي الكاثوليكي والأرثوذكسي قالوا لا راح نزيدها تصير لحدود النص، والوصية تكون لوارث أو لغير وارث. يعني ما ضروري أنه الشخص إذا بده يوصي لازم يكون الموصى له من الورثة. نعم. ممكن يوصي لشخص من الورثة وممكن يوصي لشخص من غير الورثة. نعم. الوصية تكون التي تنفذ قانونا لحدود النصف، أما إذا زاد عن النصف فهو موقوف على إجازة الورثة، على موافقة الورثة. نعم. يعني وصي وصى بثلاثة أرباع تركته لشخص معين، النص ينفذ قانونا، الربع موقوف على إجازة الورثة. إذا أجازوا إذا وافقوا مشت الكامل الوصية، ما وافقوا يبطل الربع وتنفذ النصف. بس في شغلة، الوارث اللي مكتب له وصية بحدود النص بياخذ النص وبيدخل بالتركه بحصل الارث. يعني مو انه لانه وارث اخذ نص التركه فما عاد يطلع له من الورثه، ياخذ نصيبه مثل العاده، بياخذ نصيبه من التركه وفق حصته اللي بتتحدد له بحصل
نعم. الارث يعني هيدي نعم. قانونا تطبق نعم. حتى لو نعم. جاء الورثه وتخاصموا بهذا الموضوع ورفعوا دعوى بهذا الموضوع تبقى بيحصل على حصته الارثيه بالاضافه للوصيه. في حال وجود طبعا طبعا بياخذ حصته بس في حال الخلاف على موضوع الوصيه محاكم البداية المدنية هي المختصة بالنظر بأي خلاف حول موضوع الوصية. يعني صاحب المصلحة بيروح على محاكم البداية المدنية وبيعترض على هالوصية ومحكمة البداية المدنية هي بصحته. ولكن له الحق يعترض. أي شخص من الورثة بحق له يعترض على هالوصية إذا كانت صحيحة أو ما صحيحة، أو هل الموصي كان مريض مرض موت، كان مجنون بوقت الوصية، كان غير أهل قانونا مثل ما قلنا حالاته. نعم. بيقدر هو يثبت إذا ثبت أي حالة من حالات لأنها تبطل الوصية فبيأخذ قرار فيها. بياخذ قرار نعم. فيه نعم. نعم. طيب استاذ، طريقه تحرير الوصيه يعني اكيد لها صياغه ربما معينه قانونيه حتى تحصل على القوه القانونيه لإلها الوصيه. طبعا قلنا تحرر الوصيه من قبل الموصي وتزيل بتوقيعه. نعم. وتزيل بتوقيعه وبصمه ابهامه الايسر. هلا كيف تنفذ الوصيه؟ تنفذ الوصيه من قبل الشخص المعين من قبل الموصي. يعني بالوصية بيحدد الشخص. بيحدد الشخص. هلأ إذا الوصية ما فيها شخص محدد فيها لينفذها للوصية، بإمكان صاحب المصلحة أنه يتقدم بطلب مستعجل لمحكمة البداية الروحية التابع إلى موطن الموصي، بيطلب فيها تعيين منفذ للوصية. نعم. وهالقرار هذا بيتبلغ مين؟ بيتبلغ الورثة. هالقرار قابل للاستئناف كونه بخلال 5 أيام، كونه هو بغرفة المذاكرة يصدر القرار. الدعوة مستعجلة أمام محكمة البداية الروحية المختصة، بيصدر قرارها بغرفة المذاكرة. هالقرار قابل للاستئناف خلال 5 أيام من تاريخ تبليغ القرار أمام محكمة الاستئناف الروحي التابع لإلى موطن الاستئناف الروحي الدرجة الأعلى من البداية الروحية التابعة لإلى موطن الموصي. نعم، جميل هيدا الكلام استاذ. يعني اليوم حكينا شوي عن الارث، حكينا عن الوصيه، ولكن احيانا كثير نحن بنشوف يعني حالات من المجتمع نحن بنسمعها انه بيكون رجال كبير بالسن بيجوا بيخلوه يبصم، يعني هو بحاله مرضيه، هو على سرير الموت مثل ما بيقولوا. اكيد شو حكم القانوني هي؟ هل يستطيع الشخص اثبات انه صار هيدا التلاعب بالبصمه، وكيف يتم الحل القانوني لها؟ هلا الحل في تحليل للبصمه، او اذا في ما يثبت انه هالشيء هذا كان بالاكراه. اذا في ما يثبت انه كان بالاكراه، قلنا المحكمه المختصه هي محكمه البدايه المدنيه. اذا في ما يثبت انه تم بالاكراه او البصمه مبين عنا انه بصمه ما انا صحيحه، تبطل الوصيه. تبطل. وطبعا وتعود الموصى ويعود الموصى به الى التركه، ويوزع على الورثه بنسبه نصيب كل شخص من التركه. نعم. واذا رجعنا شوي استاذ على موضوع الارث، يعني اذا حكينا شوي عن الارث، حكينا نحن عن طريقه توزيع الارث، وحكينا نحن انه اذا في ما في وارث للشخص المتوفي. نعم. انه الى اين تؤول التركه. نعم. طيب في حال الطلاق. تمام. وبعد الطلاق توفت الام او الزوجه فرضا، الاولاد كيف بتكون ورثتهم من الشخص المتوفي، من الام او الاب؟ هلا في حال الطلاق الزوجه المطلقه ما بتورث من الزوج المطلق، وكمان الزوج المطلق ما بيورث من الزوجه المطلقه، وتنحصر التركه باولاد المتوفي ووالد المتوفي والدته ان كانوا على قيد الحياه. نعم. نعم. طيب وموضوع احيانا بنسمع نحن بموضوع اثبات النسب، يعني في اشخاص بينفوا نسب هيدا الطفل لإلهم او غيره، هل في قانون بيثبت النسب اليوم لدى الطوائف المسيحيه بخصوص الابناء ويخليهم هن قادرين على الحصول على ارث؟ النسب اثباته من اختصاص المحاكم الشرعيه. يعني المحاكم الروحيه ما درج بقانونها اثبات النسب. بس المحاكم الكاثوليكيه بقانون الاحوال الشخصيه الكاثوليكي دخل بضمنه نطاق النسب وإثباته.
الأرثوذكسي بقانون الأحوال الشخصية الأرثوذكسي وقانون الإرث والوصية ما ذكر موضوع النسب. ما انذكر. بقي موضوع النسب يعود إلى المحاكم الشرعية وإثباته منه بالأمر السهل، لأنه في تحليل للدي إن إيه، والتحليل بيكون خلال مدة معينة، ما أي بأي لحظة في إنه الشخص يقول إنه أنا بدي أثبت نسبي وما أثبت نسبي، وذلك في الاعتبارات عائلية. نعم. معينة، ما بأي لحظة بيجي شخص بيقول أنا بدي أثبت النسب. في اللي بيقولوا الطفل للفراش خلال مدة معينة بيطلب أحد الأطراف أنه أنا بدي أثبت نسب هالطفل إن كان لألي أو ما لألي، بس ما بأي لحظة فيه يجي يقول أنا بدي أرفع دعوة إثبات نسب على الأولاد إن كانوا مني أو الزوجة. الزوج هو طبعا بده يقول أنه إثبات النسب. نعم. نعم، يعني هذا الموضوع أحيانا كنا نسمع فيه، يعني كنا حابين بس نستوضح هذا الموضوع من حضرتك. كمان بالإضافة أنه أحيانا نسمع نحن أنه الزوج بيطلق زوجته بيتزوج زوجة أخرى، بيصير عنده أولاد من الزوجة الأولى وأولاد من الزوجة الثانية. توزيع التركة كيف بيكون كمان بيناتهم؟ هيدول التساوي واللي لا بيسموه الأخوة لأب. هذه الطبقة الثالثة. الطبقة الثالثة. هلأ الطبقة الثالثة بيجي أول شيء أخوة وأخوات المتوفي من أب وأم. قلنا إذا الأخوة والأخوات بيورثوا بعد في حال عدم وجود زوجة، عدم وجود أولاد، عدم وجود أولاد وعدم وجود أب وأم. الزوجة قلنا بتاخد 3/4، الربع الباقي بيتوزع على أخوة وأخوات المتوفي. هلأ أخوة وأخوات المتوفي في حال بتتوزع ما في أخوة وأخوات للمتوفي بيجي أعمام جدة وجدة المتوفي. بعد الجدة وجدة المتوفي بيجوا أخوة لأب وأخوات لأب. يعني نصيبهم بالمرحلة الثالثة من الطبقة الثالثة. لو يعني هن أبناء للمتوفي من غير زوجه. لو أبناء للمتوفي بس ولكن في أبناء من زوجته، أبناء الأصل من زوجته بيجوا بالمرحلة الأولى، بعدين بيجوا جدة وجدة المتوفي لأب، بعدين بيجوا الأخوة لأب. نعم. يعني بتمنى نكون نحن قدرنا بهذا الوقت انه نقدر نستوفي العناصر الكامله وخاصه بالارث والوصيه لدى الطوائف المسيحيه. ما بعرف اذا حضرتك استاذ، يعني كونه مثل ما عم تقول حضرتك قانون جديد، ربما في ناس لسه ما كثير انتشر الموضوع القانوني او المعلومه القانونيه بالنسبه لهم، اذا بتحب تختم بكلمه تتوجه فيها لاي شخص عنده مشكله بهيدا الموضوع، حتى يكون اليوم عبر شاشتنا على درايه وعلم بكل المستجدات القانونيه اللي ممكن انه تسترجع حقوقهم او ما ضاع ربما من حقوق من خلال الإرث والوصية لدى الطوائف المسيحية. هلأ الإرث كل الأشخاص صاروا بيعرفوا بقانون الإرث. كل الناس المسيحيين صاروا بيعرفوا أنه وقت اللي بيتوفى حدا بيتوجهوا نحو المحكمة البداية الروحية التابعة لإلى موطن المتوفي بالإرث. هلأ بده يميزوا، كل شخص بده يميز بتاريخ الوفاة. إذا تاريخ الوفاة كان قبل 2006 إذا الشخص كاثوليكي وتاريخ الوفاة قبل 2006 بده يتوجه لمحاكم الشرعية والصلحية للتنظيم، بعد 2006 بيتوجه بما يتعلق بالعقارات الملك إلى طائفته وبما يتعلق بالعقارات الأميرية إلى محكمة الصلح. الأرثوذكس بال 2010 إذا الوفاة بعد 2010 بيتوجهوا نحو المحكمة البداية الروحية تابع إلى موطن المتوفي. قبل 2010 بيرجعوا للمحاكم الشرعية ومحاكم الصلح. بعد 2010 محكمة فقط روحية، فقط يعني روحية. حصر الإرث، وثيقة حصر الإرث الروحي تنفذ على الأموال الأميرية والأموال الملك. بالنسبة لموضوع التخارج هذا موضوع كتير مهم، بنصح أنا أي ورثة متوفي أنه في حال في اتفاق على التخارج يتوجهوا نحو محكمة البداية الروحية وينظموا وثيقة التخارج لحتى ينهوا موضوع تصفية التركة. وهي إجراءات بسيطة كمحاكم بسيطة. نعم. كتوقيع كدفع. نعم نعم كل إجراءات مثل وثيقة حصر الإرث، بنعمل وثيقة حصر الإرث وبنعمل وثيقة التخارج سوا بيناتهم بنفس الوقت. متى من تحولت الحصر الإرث إجا من عند النفوس والمختار وتوزعت التركة صار كتير سهل عملية التخارج. نعم. صار عملية التخارج سهلة. الوصية شغلة ما أنا كتير إسا متداولة، ولكن هي كمان ممكن شغلة حلوة لشخص حابب يوصي، شخص
طاعن بالسن، جاب حدا يخدمه بفترة معينة، خدمه حب يكافي، ممكن يعمل له وصية بجزء صغير من التركة يكافيه على هالشغلة اللي على الفترة الزمنية اللي خدمه فيها. شغلة كتير حلوة وتنفذ قانونا وإجراءاتها كمان سهلة، ولكن الصعوبة بالوصية هي بعد وفاة الموصي. نعم. الاصطدام مع الورثة. مع الورثة. نعم. نعم. ربما هلأ في سؤال بس إجا على بالي أستاذ، يعني أحيانا منشوف نحن بعض المورثين بيحبوا أنه يسجلوا شيء على حياة عينه لأبنائهم، يعني أنا بدي سجل هالشقة لابني فلان من الناس، ولكن بحتفظ بحق الانتفاع إلي مدى الحياة. نعم. وصارت الوفاة، تمام. هذا الشخص اللي تسجل له هيدي الشقة، إذا بدنا نحكي شوي بالعامية، هل تعتبر هي الشقة تابعة للورثة بشكل عام أم تبقى حصته لإله لحال، وكيف بيصير هون الحل لإله؟ هلأ العبرة لقيود السجل العقاري. للسجل العقاري. نعم. إذا تسجل العقار باسم الابن أو الوارث، خلينا نقول هلأ ما موارث لأنه ما توفى باسم الابن في السجلات العقارية، خلاص صار باسم الوارث ولا يحرم من الورثة الابن. وطبعا بيدخل هو بالتركة مثل العادة، وحق الانتفاع يسقط عن الأب اللي تنازل عن العقار بمجرد وفاته. متى ما توفى الأب صار حق الانتفاع رجع للعقار، وصار العقار كله رقبة وانتفاع باسم الابن المسجل. نعم. له باسمه ويخرج عن التركة. نعم. ويدخل الابن صاحب الشقة ضمن. نعم. التركة. نعم. بحصته ما العلاقة العقار ما له صار. نعم. علاقة بالتركة. طيب، ونسمع احيانا استاذ انه مثلا اجى الاب او الام عملت عقد بيع نظامي لاحد ابنائها او لحدا مثلا بتميزه عن حدا، كمان بيصير خلافات بعد الوفاة. نعم. بالتشكيك. نعم. بعقد البيع او ربما. نعم. كمان هيدا شو اجراءات دعوة تثبيت بيع هيدي الورثة. هلا اليوم عقد البيع ما ثبت الملكية للابن اللي موقع. نعم. بينه وبين والدته، او الابن الموقع بينه وبين والده. نعم. هالعقد البيع هو بمثابة يعني مثل ما بيقولوا مثل مرحلة اولى، انه انا هالعقد مانو وسيلة للإثبات، وليس هو قرينة للإثبات، وليس هو يعني ثابت بقوة القانون. نعم. هل العقد هيدا بده يرفع صاحب العقد الموقع العقد دعوة تثبيت بيع ونقل الملكية بمواجهة الورثة. نعم. بثبت انه هالعقد هذا كان صحيح، اذا في شهود انه، لانه العقد له اركان. صحيح. اليوم الاركان العقد هي اول شيء القبول والرضا، الثمن انه ندفع ثمن، والتوقيع يكون صحيح، يكون في. نعم. توقيع وبصمة اليوم هالعقد هيدا رفع فيه دعوة، اجوا الورثة نكروا له العقد، قالوا لا هذا ما هو توقيع البائع. نعم. ما هو توقيع البائع، او ما صار في دفع ثمن، انه هذا انكتب مجرد لتهريب عقار يتسجل باسم. صعب اثبات دفع الثمن، يعني ربما بشكل في شخصي. ممكن لا يكون، ممكن يكون في شهود. عرفتي كيف دفع الثمن؟ ممكن. نعم. يكون قدام شهود العقد انه تم دفع ثمن. نعم. للاثبات. اذا العقد هو قرينه للاثبات وليس دليل. قرينة فقط. نعم. ولكن هي بتاخذ اجراءات البداية. محكمة. اجراءات محكمة البداية باختصاص شامل بالدعاوى العينية العقارية، اختصاص شامل لمحكمة البداية المدنية. بيرفعوا دعوة تثبيت البيع او هلا اكيد اليوم اذا العقد اللي تم فيه البيع ما رفع فيه دعوة وما حطت اشارة على العقار، فالعقار المباع يدخل من ضمن التركة. نعم. يدخل. نعم. من ضمن التركة ويوزع على باقي الورثة. على إلا الورثة في حال مثل ما ذكرت إلا في حال رفع دعوة تثبيت بيع ونقل الملكية وحط اشارة على هالعقار وقال هالعقار هذا بده يخرج من التركة لانه انا مشتريه من. نعم. المورث المتوفي، وممكن يكون ما ضروري يكون من الورثة، ممكن يكون بايعه لأي شخص تاني. صحيح. عرفت. نعم. كيف؟ كل شخص ضروري... تاني. نعم لشخص. نعم. تاني بيخرج من التركة وتتابع بضل عملية معلق. بضل معلق هالعقار هيدا لحين البت بهالموضوع بقرار مبرم. نعم. متى ما انبت إذا تثبت البيع خرج من التركة. نعم. ردت الدعوة رجع للتركة وتوزع على باقي الورثة. كان. نعم. كتير يعني بتشكرك استاذ فادي شربك دائما على المعلومات المفيده القانونيه اللي بتقدم لنا اياها حضرتك بوجودك معنا، شكرا كتير لك ويعطيك العافيه. انا بتشكرك وبتشكر الاخوه المشاهدين
والحقيقة معلوماتك كويسة كتير القانونية. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا كتير لك. كمان بدي أتشكر كل مشاهدينا اللي تابعونا. بنأمل أنه نحن فعلا نكون ساهمنا بالاطلاع على أكبر قدر ممكن من قانون الإرث والوصية لدى الطوائف المسيحية. أيضا كمان مشاهدينا، نحن الأربعاء القادم عندنا حلقة جديدة بموضوع قانون جديد. على أمل اللقاء فيكم بإذن الله. إلى اللقاء، دمتم بخير.